السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. يقول ابن سيرين أن كسر اليد في المنام يدل على مصيبة في الأخ أو الابن البالغ. ويقول ابن شاهين أن اليد اليسرى المكسورة في المنام تدل على مصيبة الإنسان في أصدقائه وأعوانه، أما الكسر في اليد اليمنى في الحلم فمصيبة الرأي بأخوته وأبنائه. فيما جيرة اليد أو القبض في اليد تدل على إصلاح الحال سواء في مال الرأي أو معاشه أو علاقته التي تجمعه مع الناس. فيما اليد المجبرة في المنام تدل على المتاعب المؤقتة والمصائب التي تزول قريبا إن شاء الله. ومجبر الكسور في المنام يدل على الرجل النافع الذي يجبر عثرات الناس ويساعدهم. فيما فك جبيرة اليد في المنام دليل على عودة الأمور إلى مجاريها وزوال التعب والحزن أو الضيق. ورؤية اليد المجبرة في المنام للميت قد تدل على محنة لأهل والمقربين منه في حياته. واليد المكسورة في المنام للعزباء تدل على خيبة أملها بصديقاتها وإحدى أخواتها. فيما اليد المكسورة في الحلم من المتزوجة تدل على تقصيرها في واجباتها تجاه زوجها وأبنائها. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.